خلال الفترة اللي فاتت مهرجانات كتير بتهتم بالمسرح، شايف المسرح فين دلوقتي والمسرح محتاج ايه؟ وايه رأيك في المهرجانات برضو اللي بتهتم بالمسرح؟ والله المسرح محتاج كتير قوي، لأننا للأسف في هذه الأيام خسرنا خشبات عديدة، ودي مسألة تبعث على الحزن، لأن أنا عشت فترة كان المسرح في حالة من الزهو. مشكلتي هذه الأيام إن مصر مليانة بفرق من الهواة يدعوا معرفة المسرح، هم لا قبل لهم بالمسرح ولا علاقة لهم، لا من قريب ولا من بعيد، وأسماء عديدة مخرج، وأسماء عديدة بيقول إنه عامل ورش. أنا مستقبح الجملة، ورش إيه؟ ما علاقة الفن هذا الذي يسكن علياء البرج العاجي أن يسقطوه من هذا البرج إلى الحضيض؟ ما علاقة الفن بالورش؟ هل الفن بيتعاطى أو بيتم تعاطيه من خلال أسطوات؟ هل أنا بلجأ لسباك ولا النجار ولا الحداد؟ إيه مفاد كلمة الورش وإهانة الفن؟ نقول دورة، نقول أكاديمية. المسألة داخلة في منعطف خطر جدا، والفرق كترت والمدعين كتروا، وبالتالي أنا بقول ده مردوده غير طيب على مسار الفن في مصر.